بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى وكفى، والصلاة والسلام على عبده ونبيه سيدنا محمد المصطفى، ورضي الله عن آله وأصحابه أئمة الهدى، وعن من سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وارض عنا معهم يا رب العرش العظيم. السفر قطعة من العذاب كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، قال فيه: السفر قطعة من العذاب، فإذا أدى أحدكم أو فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الرجوع إلى أهله، يعني إذا قضى حاجته فليسرع بالرجوع. والسفر مقدر على كثير من الناس لظروف مختلفة، إما لعمل وإما لتجارة وإما لدراسة وإما لظروف قاهرة لا يستطيع لها دفع. وكلنا معرضون لأن يسافر لنا أقارب، فقضايا السفر وما يتعلق بها عديدة. أقتطف منها اليوم وصية الإنسان لمن يريد أن يسافر، ماذا أصيب وماذا أقول له وبماذا أدعو له وهكذا. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال: وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، قال: فعلمنا وذكرنا ووعظنا، فلما رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال: ومكثنا عنده 20 ليلة، فلما رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلنا أوصانا فقال: صلوا صلاة كذا وقت كذا، وصلوا صلاة كذا وقت كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث يأخذ جانبا معينا من جوانب الوصايا، لكنه جانب عظيم جدا. مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه صحابي جليل شاب، يخبر أنه جاء مع وفد من قومه يقاربون 20 شخصا، ووصفهم فقال: ونحن شببة متقاربون. شببة جمع شاب، نعم، شببة متقاربون أي في السن، وفدوا فتعلموا وأسلموا وكذا. الشاب في مقتبل العمر يكون قد تزوج من جديد أو لم يكن متزوجا، عنده عواطف جياشة، ينفعل سريعا. فلما يقول رضي الله عنه: فلما رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلنا. في هذا الحديث لطائف، منها هذه: أن الإنسان إذا كان يعرف أن صديقا أو قريبا أو هكذا جارا له عنده شوق أو رغبة إلى شيء فليساعده في قضاء هذا الشيء، ما قال لهم انكثوا زيادة لتتعلموا زيادة. هناك أشياء كثيرة يحتاجون إلى تعلمها، ولكن أيضا إذا عدتم إلى أهلكم فتأنستم بهم وعلمتموهم ثم عدتم فيما بعد يكون خير كبير. فأوصاهم وعلمهم وذكرهم، ومن جملة ما أوصاهم أوصاهم بالصلاة في وقتها، صلوا صلاة كذا في وقت كذا. وهذا من أعظم الوصايا التي يوصى بها المسافر: يا أخي صلاتك صلاتك. لأن كثير منا أبناؤنا يسافر لما حل من البلاد والعباد، كثير من أقاربنا وأرحامنا يسافرون، رجال نساء أطفال صغار شباب شيوخ، يعني في السن متقدمون. وصية الصلاة يا أيها الأحبة قبل أن يسافروا وأثناء سفرهم وحين وصولهم إلى مقصدهم، لا تتركوا وصية الصلاة أبدا أبدا. هذا أول رابط وأعظم رابط يربط الإنسان بربه في أي مكان. لذلك من جملة حكم الصلاة الجليلة أن الله تعالى عددها في اليوم الواحد، بينما الصيام هو مرة واحدة في شهر واحد، يعني شهر واحد الصيام متكرر معهود ولا يزيد، الحج مرة في العمر وإن شاء أن يزيد نفلا فحيها له،
الزكاة مرة في السنة ولا تتكرر. أما الصلاة المفروضة مو المسنونة، المفروضة فخمس مرات، لأنها تصلك بالله عز وجل. أنت الآن في بلد غريب، ابنك، جارك، صديقك، كما قلت رجلا امرأة، إن لم يكن له صلة بالله سينقطع كل ما بينه وبين الدين. الصلة بالله هي الصلاة. فكثير من الناس يقول لك أنا عايش في غربة، حق، ولكن ألا تشعر أن هذه الغربة تخف إذا وقفت بين يدي الله عز وجل؟ كان بعض الصالحين يقول سبحان الله في بيت جميل من الأبيات الرائقة اللطيفة: ما غاب عني ولكن لست أذكره إلا وقلت جهارا قل هو الله. ما غاب عني أي في أي وقت، وحينما لكن لست أذكره يعني وحينما أذكره دائما أنطق به وأصرح، إلا وقلت جهارا قل هو الله. سبحان الله. وبعضهم قال أيضا أستحضر البيت، سبحان الله، لن يحضرني البيت الآن، قدر الله. المهم هذا الإنسان يستشعر أن الله تعالى معه في كل وقت، فإن غفل تأتي الصلاة لتذكره. كثير من الإخوة المسافرين هو هنا مقصر، هنا قبل أن يسافر مقصر في الصلاة هنا، فيذهب إلى هناك. هناك في كثير من بلدان الدنيا حتى وإن كانت مسلمة، مو كافر، حتى وإن كانت مسلمة الصلاة عندهم مقصرون فيها أكثر منا، فتراه يترك حبل الصلاة منقطعا طول الوقت، لا يعرف للصلاة قيمة، ثم يقول أشعر بالغربة، ما في شيء يشدني إلى الدين. طيب شد أنت نفسك إلى الدين، ما في حاجة لأي شيء عظيم وخطير وكبير أن تفعله، وإنما هو أن تؤدي الصلاة في وقتها. جرب، أوصي أقربائك يا أخي الكريم، أوصهم يا إخوتي أنتم مسافرون، الصلاة تربطكم بالله، تشعركم بالأنس، تشعركم بالمودة، تشعركم بالخير، تؤنس قلوبكم، سبحان الله. فهذه الوصية مهمة. لأن أوصاهم أيضا قال: ويؤذن لكم أحدكم حتى الأذان. أوصي صديقك وقريبك وجارك وابنك المسافر. أنا في مكان لا أسمع الأذان، كلهم يشكون في بلاد الغرب أنهم لا يسمعون الأذان، طبعا لا يوجد، لا يسمحون لهم بالمآذن أن يؤذن بها خارج المسجد، داخل المسجد يؤذنون، صوت خارجي كما نحن في بلاد المسلمين لا يسمح لهم. لماذا؟ لأنه يزعج هكذا في زعمهم. المهم ليست القضية هنا، فلا يسمعون صوت أذان. أوصي أيضا بالأذان. أنت إذا أردت الصلاة، أنا لم ينعب أذن، كثير من الناس كذا يظن، لم أؤذن، تؤذن لنفسك، تؤذن لنفسك. الأذان للعموم وللخصوص. فلو أن إنسانا كان في قرية وليس معه أحد يسكن يشرع له الأذان، لو أن إنسانا كان في بيت ولم يسمع صوت الأذان يشرع له الأذان. بل قال كثير من أهل العلم حتى وإن سمع الأذان ولكنه ما قام للصلاة يشرع له حين يريد الصلاة أن يؤذن ويقيم. هذا رابط آخر بالله عز وجل. قل له، قل لأقربائك، قل لجيرانك، لأرحامك، أذنوا. يسمع هذه الكلمات تردد على ذهني، ما أعرف ما أحلاها وما ألذ على قلب المؤمن، تشده إلى طريق الله عز وجل. قال: وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. لماذا يؤمهم أكبرهم؟ ألم يرد في أحاديث أخرى أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهكذا في أحاديث عديدة؟ لماذا هنا أكبرهم؟ قال: أنه الصحابي وصفهم جميعا بأنهم شبابة، قلوا لي، متقاربون، متقاربون في السن ومتقاربون في العلم، كلهم أسلموا سوية وتعلموا علما واحدا، فأيهم الأقرأ؟ مثل بعض. فمن الذي يقدم حينها؟ الأكبر. وليؤمكم أكبركم. هذا أيضا من الوصايا التي يوصى بها المسافر. رأيت رجلا مسنا في بلاد غير مسلمة، احترمه شيئا ما حتى تشعره بكرامة الإسلام. فإن رأيت مسلما أكبر منك فعظمه تعظيما كبيرا.
هذا يشعره أيضا بلذة أخلاق الإسلام. هذه وصية أولى فيها فوائد كما أشرنا إليها. وصية أخرى، أخرج الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد السفر فقال له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. إذا ودعت مسافرا، هذه كلمات تذكرها ولا تنساها، ثلاث كلمات سهلة جدا لا تنساها: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. المرة الثالثة: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذه وصية، أسلم على المسافر، أودعه، لا بأس إن عانقته حال السفر وأوصيه بهذه الأشياء وأذكره بها. أستودع الله دينك وأمانتك، الأمانة تشمل الدين وتشمل كل خلق الإنسان، وخواتيم عملك أن تكون بالحسنى. وصية ثالثة أخرجها الإمام الترمذي أيضا وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد السفر أيضا فقال: يا نبي الله، إني أريد السفر فزودني. ما أجمل فهم الصحابة رضي الله عنهم، وما أعقلهم وما أفقههم. زودني، أعطيني كومة مصاري. لا والله، لا والله، هم فقهاء رضي الله عنهم. زودني أي بالخير، بالخير، بالدين، بالإيمان، بما ينفعني. هذه الزوادة الحقيقية في السفر. فزودني، قال: زودك الله التقوى. قال: زدني، قال: وغفر ذنبك. قال: زدني، قال: ويسر لك الخير حيث كنت. زودك الله التقوى، قال: زدني، قال: وغفر ذنبك. قال: زدني، قال: ويسر لك الخير حيث كنت. أيضا هذه الكلمات، قل لك: ادعي لي يا بابا، ادعي لي يا، ادعي لي يا أمي، ادعي لي يا جاري، يا صديقي. هذه كلمات للمسافرين لا تنسى. زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيث كنت. زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيث كنت. ما أجملها من كلمات نبوية، يسر لك الخير حيث كنت. على ذكر السفر، سبحان الله، أذكر حادثة جرت معي أنا العبد الضعيف، ولا حاجة لأن نقول أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا كعادة بعض الناس. فأنا قد يقولها الإنسان المؤمن لا على سبيل الاستكبار، وإنما هي مذمومة كما قالها الشيطان إبليس: أنا خير منه. تلك المذمومة. العبد الضعيف، أذكر على شأن السفر، لما دخلت كلية الشريعة في جامعة دمشق قبل قريب من ربع قرن، سبحان الله تمضي الأيام. المهم، ذهبت إليها فإذا بشاب أراه هناك. أذكر أنه كان معي في إحدى مراحل الدراسة، ثم التقيت به في كلية الشريعة في جامعة دمشق حينها. سلم علي وسلمت عليه. بعد مدة التقينا مرة أخرى، ليس بيني وبينه تلك المعرفة الزائدة، التقينا مرة أخرى أيضا سلم علي. قال لي: أتشعر بما أشعر؟ قلت: ما هو؟ قال: والله أنا يعني لا أفقه المواد كثيرا، وأحاول الحفظ لا أستطيع. قلت: الحمد لله، الله المستعان. قال: أنا سأحاول. بذل جهده، لم ييسر له سبيل النجاح في السنة الأولى من الدراسة، رجع إلى حلب، رتب نفسه، خرج مسافرا إلى أوروبا. القضية حوالي عام 96 تقريبا ميلادي أو آخره أو كذا. خرج الرجل مسافرا إلى أوروبا. في أوروبا بلغني، قطعت أخباره عني، بلغني أنه بدأ يدرس الصيدلة هناك. هنا لما كان في حلب ولما خرج إلى كلية الشريعة، الرجل أعرفه معرفة عامة، يعني صلاته وسط كما يقال، التزامه بالدين متوسط، لحية خفيفة جدا جدا، أمور دينية يعني كأناس عاديين، وهو منتسب الآن لكلية الشريعة. خرج الرجل فغاب عني سنوات ولم أعرف أخباره. بعدما يقرب من 10 سنوات، كنت أمشي في أحد أحياء حلب إذا بشخص يناديني: يا فلان. التفت إليه، ما عرفته. من أنت؟ قال: عجيب، لم تعرفني؟ اعذرني، لم أعرفك، فعلا لم أعرفك.
رجل ملتحم لحية طويلة قبضة تزيد وعليه هم سمت هيك الخير والهدى والاستقامة، سلم علي وعانقني أهلا وسهلا. تفرست في فلان، قال فلان ما عرفتني؟ الآن عرفته، خيرا حدثني عن نفسك. مشى معي الرجل يحدثني، الحمد لله عشت هناك، درست هناك، تخرجت هناك، ووفقني الله تعالى بأن صحبت بعض الناس أهل الدين من العرب المسلمين المقيمين في تلك البلاد، فشدوني بأسلوبهم وأخلاقهم إلى الالتزام، فالتزمت هناك ووظفت على الصلاة، وهيأ الله لي امرأة من هناك مسلمة فتزوجتها وهي مسلمة متحجبة وكذا، وأنا الآن على ما أنا عليه. صار خيرا مما كان في حلب ومما كان لما كان يدرس كلية الشريعة. وين؟ في الغرب. في الغرب. هذه حادثة جرت معي أنا، لا تجري مع أحد غيري. فالذي يقول والله كله فتن، كله فتن، إيه صحيح في فتن، لا ينكر هذا ولا ينكره عاقل، ولكن ما الذي في قلبك من صادات الفتن؟ إيش عندك من الصادات؟ ما عندك شيء؟ مضادات الفتن ما عندك منها؟ قال الشيء هذه التي ذكرناها، الصلاة، الأذان، ذكر الله، رؤية الطيبين من العباد المؤمنين، ابحث عنهم تجدهم في كل مكان. فهذه وصايا لإخوتنا المغتربين الذين كثيرا منهم أبناؤنا وإخوتنا وجيراننا وأخواتنا وبناتنا، يشكون البعد ويشكون الجفاء ويشكون قلة الدين ويشكون انحراف هؤلاء عن الحق والالتزام. نعم، ولكن عندكم ما تستطيعون أن تصدوا به هجمات الشر عليكم، حاولوا أن تبذلوا جهدكم فيها. والذي يدعي أن ليس من ذلك شيء موجود، كما قلت هذه الحادثة أمامه، وهناك حوادث كثيرة. فالإنسان الذي يبحث عن الخير يجده، ولكن سبحان الله. لذلك أحبتي، كثير من الإخوة أحزن لما أسمع أين ابنك مسافر، يسر الله أمره، حدثني عنه، والله يدرس كذا ويشتغل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، دينه. ألاقي الأخ الكريم وقف هيك بصفن شوي، خير حدثني، والله يعني إيه بقول لك يعني بصراحة، إذا هو ما كان عم صلي وأنت مالك علاقة، من يقدر يصلي؟ وفقك الله، إلا بفضل من الله ومعونة كما قلت ذاك أمر آخر، ولكن أنت لا تسأله أيضا. كلما اتصل أول سؤال، نصحتك يا ابني، صلاتك شلون يا ابني، دينك كيف هو يا ابني، كيف حاله، من حاولت أن تجد رجلا طيبا صالحا مؤمنا دينا ملتزما كذا هناك ليساعدك قليلا ليذكرك وتذكره كلما غفلت. هذه الوصية المهمة في حياتنا لأبنائنا وبناتنا الذين خرجوا فتغربوا وابتعدوا عن ديارهم، إن كان ذلك دائما على لسانك أيضا لابد أن يتأثر بها. أما لا تسألوا إلا درست أحول لك 5000 دولار، والآن قضية مشكلة، يعني هذه القضية حول لا لا تحول لي هذا مشكلة. نعم، هذا الذي يهم يا أخي الكريم. سبحان الله، سبحان الله، حق والله حق. عاطفة الأبوة فطرة، وعاطفة الأمومة فطرة، وهو أمر حق للإنسان أن يتأثر به. ولكن دينه أليس حقا عليه وعليك أيضا أن تتساءل عنه وأن تشد عزماتك له وعليه؟ أليس من المهم؟ أليس إذا حفظ دينه فإنه بإذن الله يحفظ دراسته ويحفظ عمله؟ أليس كذلك؟ كثير بفضل الله الآن، أو أكثر طلبة الملتزمين بالدين أكثرهم بفضل الله نابغون، إن كان في الدراسة وإن كان في العمل بفضل الله تعالى، لأن الدين يحفظ الإنسان ويحفظ منه، يحفظه بطاعة الله ويحفظ منه أن يحفظ الناس من أذى لما يلتزم بالدين. فسائله عما ينفعه يا أيها الأخ الكريم، وأسأل الله تعالى أن يحفظ جميع المسلمين الذين تغربوا عن الله. والحمد لله رب العالمين.